نحلوه باسكو تما اول خطره باسكو مازال ما تحل جامي تحل هذا عمر جامي تحل جامي جامي تحل جامي تحل اول خطره اه وليك تقدير وتكريمي الى فخامه رئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز بوتفليقه مولي الجزائر. هذا هو الشيء اللي تما شغل كاين الناس ما الناس حنا ما قالوناش باللي نحكي انا مسؤول هذاك قال لك باللي رئيس الجمهوريه تجي تما في لاميطون وحنا خدمنا تروفي خدمت له الكادر هذا ودوك نجيب لك التروفي ودوك نجيب لك التريكو تاعه خطر علاش ومن بعد قال لك لا البريمي مينيس حنا نحترموهاش الوزير الاول. عمر قبل ما تجيب لنا تروفي قبل ما كذا كاين بزاف قال لك عمر دار من المولوديه انا نشوفه في الدار عمر عايش في ابارتمون. نو انا عايش ابارتمون موافقات ولادي باينين عايش نورمال ولادي يقرا وكاين رؤوف كاين عماد كاين جبنه يعرفهم حميد نورمال وعايشين لاباس الحمد لله وكما يقولوا كما يقول الانسان ما نحبوكم فوق الناس ما تحت الناس. عمر انا ثاني نشوفك جبت لنا مايو وجبت لنا هذا وشنو هم هذا عمر؟ هذا تنجم تحلو انت سامح لك باش تحلو اول خطره كيما حليت الكادر هذاك هذه تاع تسمى هذا التروفي اللي خدمناه تسمى الفخم رئيس الجمهوريه منا اخويا هاوليك طلع عليك هاكذاك طلعت منه زيد طلع اخويا طلع هاوليك خويا نادي مولودية الجزائر اهدا هاوليك خويا هاوليك خويا الفخم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقه نهائي كأس الجمهورية 1 ماي 2013 احنا لو كان كنت انا وقالوا لي باللي تما الرئيس ما يجيش وكذا منا كنا معليش كنا نخدموا مو حاجه رئيس الحكومه اللي نحترموه وكذا منا سام اللي كان تجون بنية على الخدعة انا نقول لهم كاين ربي على كل حال وحنا رئيس هذا ماني قلت لك حنا رئيس هذا نحبوه باسكو البلاد كيفاش كانت كيفاش رضا ونطلبوا ربي يطول عمره ويعطيه صحته وخدمت له هذا التريكو هاوليك واش مكتوب فيه عبد العزيز بوتفليقه صح عمر عندي كيسيون علاش درت الكات نيميرو 4 هذا نيميرو 4 درتها له تسمى العهده 4 هذا المايو خدمته انا في مواد افريل باسكو لو برومي مي كان تسمى لا فينال معك شفت التروفي هذاك اللي خدمته له ونهار درت له انا هذوك لي بوندرول العهده 4 باسكو شفت على المولوديه شاب الجزائري حب الرئيس هذا عمر نخرج شويه من المولوديه ونخرج كذا